واصلت الصحف الصادره بامريكا الشماليه تركيزها على تطور تفشي وباء كورونا وجهود وقفه والحد من تداعياته الاقتصاديه. ففي الولايات المتحده ذكرت صحيفه واشنطن بوست ان قاده الكونغرس والبيت الابيض يتفقون على ضروره وضع برنامج جديد للمساعده في مسعى لاحتواء الدمار الاقتصادي الذي سببته جائحه كورونا. من جانبها اوردت صحيفه نيويورك تايمز ان مدينه نيويورك بؤره تفشي وباء كورونا بدأت تظهر المؤشرات الأولى للسيطرة على الأزمة. وفي كندا أفادت صحيفة لودوفوار بأن الشركة الأمريكية M3 ستواصل إرسال كماماتها المطلوبة بشكل كبير في كندا بعد اتفاق مع البيت الأبيض حول ذلك. من جهتها ذكرت صحيفة لجورنال دو مونريال أن السلطات الصحية الكندية وبعد أن أكدت طيلة أسابيع أن ارتداء الكمامات غير الطبية غير مجد في وقت تفشي وباء كورونا باتت تؤكد الآن أن هذه الخطوة الوقائية قد تساعد في ذلك. وفي بنما ذكرت يومية بنما أمريكا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2100 بعد تسجيل 112 حالة جديدة أمس اثنين، فيما انتقلت حصيلة الوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى 55 حالة. من جهتها توقفت صحيفة لاستريا عند إعلان السلطات عن تسجيل حالتي إصابة بالوباء داخل سجن بمقاطعة كولون. وبالمكسيك اهتمت صحيفة الإيكونوميستا بتطور تفشي وباء كورونا بالبلاد مشيرة إلى تسجيل 125 حالة وفاة إلى حدود يوم أمس الاثنين. من جانبها ذكرت يومية إكسلسيور أن مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا أشار إلى أن العاصمة المكسيكية سجلت أكبر عدد من الحالات ب 609 حالة.